افتتح محافظ أسيوط هشام أبو النصر معرض أهلا مدارس، وذلك بميدان الشهيد أحمد جلال بأسيوط بالتعاون مع الغرفة التجارية. يهدف هذا المعرض لبيع المستلزمات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم تزامنا مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.